السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم محبي مسلسل اختطاف إليكم ملخص الحلقة العاشرة ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لكي يصلك كل جديد شبح بيحكي لنا لازم تطلع وما تضعف وبعدها ما ماجد عم يجهز حاله وبيتصل بخلود بيقول له أنا عندي معلومات عن الدكتورة اللي شفتيها بالمحلة وبيطلب من خلود ما تخبر حدي وراح تبعت لك العنوان وخلود بتلبس وبتطلع لتقابل ماجد وعلى اساس ما الدكتورة وما وامها لخلود سر على خلود تروح معها خلود بتوصل لعند ماجد بتقول له وين الدكتورة؟ بقول لها لما شافتك معي احد شافت معي حد هربت. يقول لها زوجتي خايفي وبيخلي خلود تصدق وبيحكي لها عن المجرم وكيف لازم يتعاقب ماجد بيتصل برقم كذابي علشان الصدق بيطلع مسكر وتترجى تقابل الدكتورة بيقول لها انا رح نسق موعد معها وبخبرك بس بيطلب منها ما تجيب حذي معها ماجد بيتصل على خلود بيقول له زوجتي وافقت تقابلك وراح تبعث لك سيارة خاصة لنا بتوسع الحفرة لتهرب خلود بتتصل تصل على ماجد وبي بيرن هاته وبتطلع على وبيطل بيحط لها منوم وبيسك وبيسرع بالسيارة وماجد بيحط لينا بالطابون السيارة لحتى ما ينكشف ماجد بيكون شايل خلود بيقوله لينا بيقول له لينا راح بضيوف الجدد لينا بتبكي بتقول له ما بدي اختي ويعصب عليها ماجد بيكون ماجد عم يتفرج منه التلفزيون كيف خلود بتصحى وبتشوف لينا بتع ترتعب وبتشوف خلود دم وسائل كتير بتخاف وبتشوف الله يتأخت لينا وبتعرف هذا الشخص اللي خطف لينا خلود بتقول لي كيف هيك عملت بقول حبيت فرجيكي أختك وتعصب خلود وماجد بيعاملها بأكثر برودي خلود بتطلب منه يفتح الباب ويتركها لها اخذها خلود بتضرب ماجد وهون ما بيسكت له بيضربها او بيوقع على بالارض خلود بتطلب من ماجد تشوف لينا منشوف خلود بتضم لينا وبتبكي على هالمنظر اللي شافت فيها خلود بتحكي لينا عن المعاناة عاشته بدون لينا بتقول له قال لي نسيتوني خلود تقول لك كذب هدفنا واحد راح نطلع من هون وبتحكي له ما قدرت تهربوا عنا عيشه الضرب والزل اللي عايشه يا ماجد